اهلا بيكم. يا ترى هل حد فيكم حلم قبل كده او اتمنى انه يبقى مليونير او ملياردير ويعيش حياة الاثرياء؟ سؤال غير منطقي طبعا، لانه اكيد مفيش حد ما يحبش انه يقضي يومه مسترخي على شيزلونج جنب حمام السباحة في فيلته الخاصة، وانه يركب اغلى وافخم العربيات، وانه يكون عنده فيلتين وتلاتة وشاليهات في كل مكان بتطل على كل مسطح مائي في العالم، وفلوس كتيرة يقدر بيها يشتري اي شيء يتمناه في لمح البصر وبدون تفكير. حياة لطيفة جدا اي حد يتمناها، لكن المشكلة انه حتى لو بقيت مليونير هيجي عليك وقت هتحس بالملل من كل شيء، وهتبقى محتاج تجرب شيء جديد لكسر الروتين، وده في الواقع اللي بيعملوه المليونيرات الحقيقيين، وفي منهم اللي مستعد يعمل اي شيء مختلف بس لكسر الملل، وبعضهم في الحقيقة بيقوم بامور غريبة جدا وغير معتادة اطلاقا. في فيديو النهاردة هنستعرض معاكم 10 اثرياء حقيقيين قاموا بامور مختلفة وغريبة على سبيل المرح والتغيير، تابعونا. دان بيلزيريان. دان بيلزيريان الملياردير الغني عن التعريف بمغامراته وجنونه وثرائه الفاحش وعدد صديقاته المهول وممتلكاته ومغامراته، يعتبر من اكثر اثرياء العالم جنونا على الاطلاق. هو في الحقيقه لا يقارن باي مليونير او ملياردير على قائمتنا لانه خارج المقارنه تماما. ومن غرائب دان بيلزيريان انه في احدى المرات خسر 5.6 مليون دولار في لعب البوكر فقط خلال شهرين، وطبعا ده ما فرقش معاه نهائي ولا اثر فيه اطلاقا. وفي 2014 تم اعتقال بيلزيريان في مطار لوس أنجلوس أثناء محاولته تهريب أجهزة ومعدات لتصنيع قنبلة. مفيش حد عادي طبعا ممكن يجرؤ أنه يعمل ده، لكن جنون بيلزيريان الحقيقة كسر كل التوقعات، وده العادي والطبيعي بالنسبة له، وحياته كلها عبارة عن احتفالات وسهرات ورحلات ومفيش عنده أي حدود لأي شيء. الجدير بالذكر أن بيلزيريان قضى فترة عقوبة في السجن قبل كده كمان، لكن واضح أن مفيش أي حاجة بتوقفه أو بتمنعه عن ممارسة جنونه ومغامراته الغريبة. ريتشارد برانسون. بتبلغ قيمة ثروة الملياردير ورجل الأعمال الإنجليزي ريتشارد برانسون حوالي 5.4 مليار دولار، وهو من الأثرياء المعروف عنهم قيامهم بأمور غريبة وغير معتادة. فمثلا في سنة 2013 فاجئ برانسون الجميع بانضمامه لفريق المضيفات على الخطوط الجوية الآسيوية، وبالفعل ظهر برانسون وهو مرتدي اليونيفورم الرسمي لمضيفات شركة طيران آسيا، ومارس عمله كمضيفة لمدة 6 ساعات في رحلة من أستراليا لماليزيا، وقام بتقديم الطعام والمشروبات للركاب وتزويدهم بالمعلومات التقنية اللازمة قبل قيام الرحلة. لكن اتضح فيما بعد ان تصرف برانسون الغريب ما كانش عن رغبة شخصية، لكن السبب في ده كان لانه خسر رهان كان بينه وبين رجل الاعمال توني فرنانز على الفوز بسباق سيارات فورمولا 1 في سنة 2010 في ابو ظبي. ومن اغرب الامور اللي قام بيها برانسون كمان قبل كده ارتداء فستان زفاف في افتتاح احد محلات فساتين الزفاف كنوع من الدعاية للمحل ولكسب الشهرة في نفس الوقت، غير ظهوره على متن دبابة في ميدان التايمز، غير محاولته لإطلاق نوع جديد من المشروبات الغازية في أسواق الولايات المتحدة الأمريكية واللي لسوء حظه فشل في تسويقه. يوري ميلنر. اختلفت الآراء حوالين وجود حياة خارج كوكب الأرض، بعض الناس بيستبعدوا الأمر تماما والبعض الآخر بيعتقد وبشدة إنه فعلا في حياة على الكواكب الأخرى، زي الملياردير يوري ميلنر اللي بيعتقد إنه عنده مشكلة في القدرة على التواصل مع الناس على الأرض، فقرر إنه يدور على كائنات فضائية على الكواكب الأخرى. في 2015 أعلن يوري ميلنر واللي بتبلغ ثروته حوالي 2.8 مليار دولار، أعلن عن استعداده لإنفاق 100 مليون دولار من ثروته على أبحاث فلكية بهدف البحث عن مخلوقات على الكواكب الأخرى، والمفروض إن ده هيحصل بالتعاون مع عالم الفيزياء الشهير ستيفن هوكينج. ومن المقرر إن المرحلة الأولى من المشروع هتكون مدتها 10 سنوات، وأي حد ممكن يشترك في المشروع سواء كعالم محترف أو حتى كهاوي. في المشروع ده هيتم استخدام تلسكوبات لاسلكية للبحث عن إشارات صادرة من الكائنات الفضائية، والبحث هيكون مركز على 3 مناطق أساسية، في مجموعة المليون نجم الأقرب للأرض، وفي مجرة درب التبانة، وفي 100 مجرة أخرى عشوائية. والجدير بالذكر إن ده مش المشروع الوحيد لميلنر، ففي ربيع 2016 أعلن ميلنر عن نيته في استثمار 100 مليون دولار أخرى من ثروته لبناء سفينة فضاء نجمية للوصول للنظام النجمي المعروف بألفا سنتوري في خلال 20 سنة من دلوقتي، وده برضو بهدف البحث عن حياة على أحد الكواكب اللي ممكن يتم اكتشافها بالصدفة بالقرب من النظام النجمي. إنغفار كامبراد.
رجل الأعمال والملياردير المعروف، مؤسس وصاحب مجموعة أيكيا الشهيرة، يعتبر من الأثرياء غريبي الأطوار فعلا. إنغفار كامبراد وعمره 90 سنة يعتبر فعلا مثال حي للشخص الغني البخيل. فعلى الرغم من ثرائه الفاحش، إلا أنه لما بيسافر بالطيارة بيحجز في الدرجة السياحية، وفي انتقالاته خلال حياته اليومية بيستخدم المواصلات العامة. ومش بس كده، لكنه كمان بيستفيد من بطاقة المعاش الخاصة بيه في ركوب المواصلات. ومش بيخجل كامبراد وهو بيعترف انه بيفضل الحلاقة بس لما بيكون في دولة فقيرة او نامية زي فيتنام. وفي ربيع سنة 2016 وفي فيلم وثائقي تم عرضه على التلفزيون السويدي، اعترف كامبراد انه بيشتري ملابسه من اسواق السلع المستعملة، وانه مش بيلبس ابدا غير الملابس المستعملة وما بيشتريش اي ملابس جديدة. ومن وجهة نظره دي طريقة جيدة للحياة، وبيعتقد انه بكده بيضرب مثل جيد في التدبير والاقتصاد في الانفاق. سالفاتوري سيريتو. على مدى 4 سنوات كاملة عانى أصحاب المطاعم والكافيهات والمحلات وصالونات الحلاقة من أمر عجيب جدا، وهو وجود فضلات آدمية قدام عتبة المحل أو الكافيه كل يوم الصبح. وبعد سنين لما قرر صاحب أحد المحلات وضع كاميرا مراقبة قدام المحل، اكتشفوا أن صاحب التصرف الغريب ده هو المليونير السبعيني سالفاتوري سام سيريتو. ولما تسأل سيريتو عن سبب قيامه بقضاء حاجته على مداخل المحلات والكافيهات، قال أنه بيعمل ده على سبيل المرح والمزاح وكسر الروتين. ليونا هيلمسلي. ليونا هيلمسلي، أو زي ما بيطلقوا عليها معرفها والناس عموماً، ملكة الجشع، من أصحاب الملايين غريبي الأطوار. ليونا كانت بترفض نهائياً مشاركة أموالها مع أي فرد من أفراد عيلتها، وكل فلوسها كانت بتصرفها على نفسها وعلى كلبها الصغير. وقبل وفاتها كتبت ليونا وصية مفادها أن كلبها يورث 12 مليون دولار، وده اللي حصل فعلاً بعد وفاتها. ورث الكلب 12 مليون دولار في الوقت اللي ورث 2 من أحفادها 5 مليون دولار فقط، والحفيد التانيين ما ورثوش اي حاجة. وفيما بعد قدرت العيلة انها تحصل على 10 مليون دولار من ميراث الكلب عن طريق المحكمة، مدعين ان ليونا كانت فاقدة للاهلية تماما وعندها مشكلة نفسية او اختلال في العقل، وانه ده كان السبب في كتابتها للكلب 12 مليون دولار من ثروتها. بول آلن. بول آلن هو أحد مؤسسي شركة مايكروسوفت. وفقاً لمجلة فوربس، فثروة آلن بتقدر بحوالي 15 مليار دولار. اشتهر آلن بحبه وشغفه من صغره بعلوم الكمبيوتر والفلك، ولما أصبح ملياردير منسيش شغفه القديم بعالم الفلك وحبه لاكتشاف الفضاء والمجرات. مؤخراً قام بول آلن باستثمار أكثر من 13 مليون دولار لإنشاء نظام تلسكوبات ضخم للبحث عن مخلوقات فضائية ولاكتشاف ما إذا كان في حياة فعلاً خارج كوكب الأرض. وبيقول آلن أنه يكاد يكون متأكد أنه بحلول سنة 2025 هيكون العلماء اكتشفوا الدليل على وجود حياة خارج الأرض. توني توتوني. عادة الأثرياء بيفضلوا السرية في حياتهم وبيحبوش يبانوا بأي مظهر من مظاهر الغنى الفاحش قدام عامة الناس، وعلشان كده فالناس ما بيكونوش عارفين أي حاجة تقريبا عن حياة المليونير الخاصة إلا إذا هو أعلن ده وبالغ في إظهاره، زي المليونير توني توتوني، وهو نوع مختلف تماما من المليونيرات. توني إيراني الأصل، لكن عيلته هاجرت من إيران في أعقاب الثورة الإسلامية سنة 1979، وعاش توني لسنوات طويلة في الأرجنتين، وفيما بعد هاجر للولايات المتحدة الأمريكية وبدأ أعماله الخاصة، واللي في الحقيقة محدش يعرف بالضبط إيه نوعيتها. وبعض الناس بيعتقدوا إن أموال توني معظمها جاي من أعمال غير قانونية أو ليها علاقة بالجريمة، لكن عموما مش ده موضوعنا. الأهم إن توني بيعيش حياة في منتهى العبث والمجون، وتقريبا ما بيعملش أي حاجة مفيدة. فبجانب ثراءه المادي، توني كمان عنده صديقات كتير جدا وأسطول من أغلى السيارات وطيارات خاصة، غير الهدايا الثمينة جدا اللي بيقدمها لصديقاته وأصدقائه بمناسبة وبدون مناسبة. وحياته عبارة عن احتفالات ما بتنتهيش، وليه صور ملهاش عدد على السوشيال ميديا بتبين مدى فحش ثراءه وعبثية أسلوب حياته. كلايف بالمر. كلنا عارفين ومتأكدين ان الديناصورات انقرضت واختفت من على وجه الارض من ملايين السنين، لكن واضح ان المليونير الاسترالي كلايف بالمر عنده شيء من الحنين لزمن الديناصورات وبيتمنى انهم يرجعوا مرة تانية. الغريب انه مش بس بيتمنى ده كمجرد تمني، لكنه حاول فعلا انه يعيد زمن الديناصورات حرفيا. بالمر كان عنده النية التامة لانشاء حديقة جوراسية بالقرب من مدينة بريسبن، وكان بيحلم انها تضم ديناصورات حقيقية وكل مظاهر الحياة النباتية
الحيوانية اللي كانت موجودة في عصر الديناصورات. وبالفعل طرح فكرته على بعض علماء الأحياء والجيولوجيا علشان يبدأوا في تنفيذ الأمر من خلال إجراء الأبحاث في مجال الهندسة الوراثية والاستنساخ وكل الأبحاث اللازمة. لكن العلماء خيبوا أماله بحقيقة أنه عمليا من المستحيل الحصول على الحمض النووي لديناصور في وقتنا الحالي، وأن الفرصة ضئيلة جدا في الوصول لأي مادة وراثية سليمة لاستخدامها في الاستنساخ. وقتها تفهم بالمر الأمر، لكنه صمم برضو على إنشاء حديقة جوراسية واكتفى بالديناصورات الآلية وهياكل الحيوانات في الحديقة. ومن تصرفات بالمر الغريبة كمان إصراره على إعادة بناء نسخة حقيقية من سفينة تايتانيك، وقام بالفعل باستثمار مبالغ ضخمة من ثروته في المشروع اللي مفروض هيتم الانتهاء منه حسب الخطط في 2018. نيكولاس بيرغروين. لحد وقت قريب كان الملياردير نيكولاس بيرغروين، واللي بيمتلك ثروة بتقدر ب 2 مليار دولار، بيعيش حياة الأثرياء التقليدية، عايش في منزل فخم وبيركب أغلى السيارات وبيشتري أغلى الأثاث والقطع الفنية. لكنه قرر يغير من أسلوب حياته بشكل جذري بعد إتمامه 45 سنة من عمره. وأعلن بيرغروين عن فتوره من حياة الثراء والرفاهية، وإنه هيبتدي يعيش بطريقة مختلفة فيها حرية وتحرر أكتر من القيود المادية. وباع كل ممتلكاته تقريبا من فيلل وعربيات وقطع فنية غالية، وابتدى يلف العالم للاكتشاف وللتعرف على شعوب جديدة وثقافات مختلفة. وأصبح بيتنقل ما بين الفنادق الصغيرة وبيتناول طعامه في الكافيهات والمطاعم الشعبية، وبيستمتع بحياته بمنتهى البساطة زي أي شخص بسيط. وفي نفس الوقت بيدير أعماله من على بعد وما بيروحش مكتبه نهائيا. وبيقول بيرغروين إن دي أفضل تجربة قام بيها في حياته، وإنه اكتشف أمور كتيرة عن نفسه وعن العالم خلال التجربة دي، وإنه مفيش أفضل من حياة الحرية والبساطة. شكرا على المشاهدة، وقولولنا في التعليقات ايه أكتر مليونير أو ملياردير من اللي استعرضناهم في الفيديو أثارتكم وأدهشتكم تصرفاته وجنونه. ولو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشاركوه مع أصدقائكم على مواقع التواصل، وما تنسوش تضغطوا اشتراك للقناة علشان يوصلكم كل جديد.